يوم للسياحة بالريف البعيد عن مدينة اللاذقية، مسافة بتقارب 45 كيلومتر تجذبك فيها المشاهد على جوانب الطريق، هضاب وتلال تحتضن عشرات القرى والبلدات، وللإنسان فيها حكاية الحياة. عدسة كاميرا مشوار عم تعلن بداية الرحلة، خطوات لقدام ضمن مسار جبلي سحر الطبيعة بيخطفنا لورا لضرورة التوثيق مثل ضرورة الشعر، والمشهد من نقطة البداية جمال على مد العين والنظر. مشوارنا بلش، تابعونا. مشوارنا اليوم رح يكون من قرية الجنجانية تابعة لمدينة الحفة. هالقرية الصغيرة خلونا نتعرف عليها عن قرب. الجنجانية قرية تتبع لمنطقة الحفة ناحية المزيرة، بلدية كرم المعاصرة حاليا. الأصح إلى أكثر من تسمية، لكن الأصح والرائج جاي من الفعل جنجان، وجنجان هي المنطقة المخفية. وإذا لاحظنا هلا منشوف إنه هي واقعة بين جبلين ترتفع عن سطح البحر 750 متر، مشهورة بالأشجار الموجودة فيها. كانت بالثمانينات التفاحيات، هلا عم يزرعوا زيتون وأشجار مثمرة وخضروات. يتبع للجنجاني عدة مزارع، عين ليلون وجلاتة. القرى المجاورة إلى الستاني، كيمي، بيت جبرو، حطين اللي كان اسمه سابقا امبراتو، كرم دير ماما، المصيص. شو اللي بيأكد انه هي قديمة؟ النواغيص الموجودة فيها، بأكثر من 10 نواغيص، دليل انه المنطقة مسكونة من القدم. بتشتهر بالمياه الجوفية الموجودة فيها، في أكثر من 100 بئر الناس الأهالي حفروها وعم يستفيدوا منها، إضافة إلى في مشروع شرب للضيعة. عنا بالضيعة في مدرسة بعد الاستقلال مباشرة تم بناءها، في على طرازها عدة مدارس بمدينة الحفي، مركز مدينة الحفي، نبع الخندق، دير ماما، دباش، ومدرسة الجنجاني، مبنية على الطراز الفرنسي من حجر وإسمنت وحديد السقف. طبعا تمتاز قرية الجنجاني بطبيعتها الخلابة من أشجار السنديان، الصنوبر، الأرز، وأشجار مثمرة، الهواء العلي، المياه النقية الموجودة فيها. ومننصح كل الناس اللي بيحبوا يجوا على ضيعتنا يتفضلوا لعنا، ضيعتنا كتير حلوة، هواها كتير. وهلأ إذا بتطلع معكم بالصوت الهواء مبين، يعني حتى في مثل بيقول إنه ضيعتنا ما أطيب هواكي، يعني مشهورة يعني بهواها ونقاء، لأنه الأشجار الموجودة فيها بتنقي الهواء من الغبار. وأهلا وسهلا بكل الضيوف اللي بيجوا لعنا، ورح يشوفونا نحن جماعة كريمين ومثلنا مثل أبناء اللاذقية، مثل أبناء سوريا كلها. ونحن أنا بزماني قلت نحن من أبدع الحرف وخطه، ونحن كتبة التاريخ كيف يكون. والملفت بقرية الجنجانية قصر المسافة بين الوادي والجبل وتنوع الغطاء النباتي. الضيعة لهلا نحن محافظين على التراث، في محبة، الأهالي كلهم بحبوا بعض، متعاونين. هلا رجعنا على عدة فترة عملنا تربية الثروة الحيوانية، هلا راجعين من ربي ماعز وأبقار وغنم، متعاونين. الضيعة حلوة بطبيعتها كلها، ضيعة سياحية وزراعية ممتعة، تمتاز بهواها وبطبيعتها الحلوة.
نحن منعيش على الزراعة. الجنجانية مساحتها الإجمالية 8700 درهم، مستثمر منها 3600 درهم، الباقي غابات هي صنوبر وسنديان، مشهورة بكل الزراعات تقريبا. أكثر شيء كان القمح والشعير والخضار. طبعا ما تقل الزراعات بحسب سبب زيادة التكلفة وقلة الأسعار، يعني المزارع ما بقى متوفي معه. كمان في عنا تربية ماشية، عنز، ماعز وغنم وأبقار. في زراعات جديدة هلا، دخلنا زراعة الزعتر، دخلنا زراعة الورد الجوري، في عنا زيتون بشكل منطقة زيتون بامتياز، يعني عنا مساحات واسعة وعنا أشجار مثمرة من كل الأنواع، من التين والرمان، وعنا خوخ اللوز الجوز، هاي كلها عنا موجودة. الضيعة باردة بامتياز، يعني بتصير فيها المحاصيل الباردة. هلا بيعتمدوا على مواسم الخضار، خضار منوعة من فاصولية للبصل، الثوم، الخضار مميزة هلا. وبيعتمدوا على القمح والشعير. في أشجار مثمرة كتير، معنا في تطور كتير بزراعة الأشجار المثمرة، من الجوز للرمان للخوخ للتفاح الضيعة كلها خضراء، يعني كلها أشجار مثمرة وأشجار حراجية وهواء عليل. يعني نحن هلا بالصيف منبرد، أنا بدعو الكل يجوا يتفرجوا على الضيعة ويشوفوا هواء العليل ويشوفوا كرم أهلها. وأهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. الضيعة عندنا كتير حلوة وجميلة وشعبها طيب وحافظين على عاداتنا وتقاليدنا، بنزرع كل شيء ومنتجنا كتير كويس ومنطقة سياحية بامتياز وخصدوها الناس من كل مكان. نحن بنقصنا مثل الأسمدة، جور الحراسة غالية جدا، البزار غالي، كهرباء ما في مشان السقي، ومي موفرة بس ما في كهرباء. ضيعة حلوة جميلة، أعرف كيف دائمة الخضرة في الصيف وبالشتاء، جوها معتدل، شعبها طيب. ولكل عشاق الطبيعة، الجنجانية مكان سياحي بامتياز، غابة وادي وجبل، وعقولة المثل اللي بيشوف مو مثل اللي بيسمع. مشوارنا مكمل بقرى ناحية المزارعة، تابعونا بالحلقة الجاية.